السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا الفيديو في خاطر اليوم اللي جابت يومين تقولي دير لي بابلو بيكاسو سوري ولا غير نسيت على آه, بالي بلي الغاشي كان في راهو فيلم يا شيكسبير آه, بابلو بيكاسو ديروه في الصفحات القادمه لذلك هذا هو بابلو بيكاسو is one of the most famous painter in the world he was born in Malaga Spain on October 20 uh, 1881 he was also a print marker eh uh, sera and stage designer uh, poet playwright برنت ماركر برنت ماركر برنت هي البصمه احيانا يديروا اليد واحيانا يديروا الرجل هذا هو سيراميك انهم هذوك اللي يخدموا بالسيراميك ستيج ديزاينر نورمالمون يصمم لي ستيج بويت uh, هو شاعر بلاي رايت كيما شيكسبير هي سبنت موست اوف هيز لايف ان France وعاش في فرنس مالغري هو خلق في مالاغا سبين هي دايد اون 8 ابريل 1973 في in uh, Mougin, uh, France. It, its most famous painting are Majoli, Le Reve, Guernica, uh, The Weeping Woman. هذا هو بابلو uh, بيكاسو. Uh, شكرا للمتابعة المتابعة والى